السلام عليكم ورحمة الله. وصفة اليوم مقلية هندية مرة طعمها حلو. الباكورة الهندية بالبصل والبطاطس مقرمشة وطعمها لذيذ جدا. جربوها بتعجبكم. ولمعرفة طريقة الباكورة الهندية يلا نبدأ بطريقة التحضير. أولا بنبدأ بتجهيز البهارات المحمصة. بنحط في مقلاة على النار ملعقة كبيرة كمون وملعقة كبيرة كزبرة حب وقرنين فلفل أحمر حار مجفف للذي يحب الحار وعود صغير قرفة. بنحمص البهارات شوية على النار هادئة وبعدين بنطحنها. طبعا لما نسوي بهارات لأي وصفة نطحنها فرش بيعطي طعم مرة حلو لأي وصفة، سواء كانت البهارات محمصة أو مش محمصة. وبعد ما طحنا البهارات بنخليها جانبا لوقت الاستخدام. وبعدين بننتقل لتحضير الباكورة الهندية. بنحتاج 3 حبات بصل كبيرة مقطعة شرائح رفيعة و2 حبات بطاطس متوسطة مقطعة أصابع صغيرة. و2 أعواد بصل أخضر. وربع حزمة كزبرة مفرومة ناعم. وممكن تحطوا شمر أو شبث بيعطي أيضا طعم حلو للباكورة الهندية. وملعقة كبيرة ثوم مفروم. وملعقة صغيرة زنجبيل مفروم. وبعدين بنخلط المكونات تمام. وبعد خلط المكونات بنضيف 2 أكواب حمص مطحون. بنحط بداية كوب ونصف ونصف الكوب بنضيفه لاحقا. وبنضيف ملعقة كبيرة نشا وملعقة صغيرة ملح. وأيضا بنضيف البهارات التالية: ملعقة صغيرة كاري هندي ونصف ملعقة صغيرة كركم. وبعدين بنضيف ملعقة كبيرة مليانة من البهارات المحمصة يلي جهزناها سابقا. وبنخلطهم تمام مع إضافة ربع كوب ماء ونصف الكوب من دقيق الحمص. وبعدين بنعجن تمام حتى تتماسك معنا المكونات كلها مع بعض ويصير معنا عجينة متماسكة سهلة التشكيل. وبعد ما خلصنا عجن بنغطيها تمام وبنخليها ترتاح قبل القلي مدة نصف ساعة. وهنا مثل ما تلاحظوا قليت أول قلية ونسيت أشغل الكاميرا، لكن رجعت أصور مرة ثانية طريقة القلي. بعد ما شلت القلية الأولى شكلت باليد شكل دائري وحطيت الباكورة في الزيت الساخن طريقة القلي. وبعد ما نخلص تشكيل نقليهم على نار هادئة حتى يصير معانا لونهم ذهبي، بيصيروا مقرمشين وطعمهم مرة حلو.
وذا شكلهم بعد ما خلصنا قلي جربوا الباكور الهندية بالبصل والبطاطس بالوصفة لمحبين البطاطس والبصل المقلي المقرمش، طعمها مرة رهيب، جربوها. وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. شكرا للمتابعة، في أمان الله.